يا السادة، تدخل على توريس. سقوط كان قوي على الرأس. سلامات لتوريس للنينيو. سقوط قوي بصراحة. والوفاة داخل الملعب، عدة لاعبين توفيوا داخل الملعب. نتيجة تدخل قوية وسقوط على الرأس وسكتة قلبية. إن شاء الله السلامات لفرناندو توريس. إن شاء الله خير. هو اليوم رونالدو يبكي. يبكي مثل عام 2004. في 2004 وكان يافع عمره 17 سنة. خرج مهزوم مجروح مصدوم من فريق اليونان. اليوم في 16 دقيقة رونالدو يبكي لأنه قد يضطر للوداع في مباراة الفاينال. لأول مرة رونالدو ممكن يخرج في مباراة كبيرة ونهائية مصاب. يلعب علي فينيسيوس جونيور. با 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 جول. هدف عالمي لفينيسيوس جونيور للريال عند الدقيقة 36. شوف صورة معبرة جدا، صورة معبرة جدا إلى حد البكاء. شوف عشق الأطفال لهؤلاء النجوم إلى أي حد يصل. تأثر كبير ويستجيب نيمار. يستجيب نيمار لهذا الطفل الصغير. أكيد رونالدو 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 خطيرة رونالدو جونوكيو رونالدو يا إصابة خطرة جدا لرونالدو. نفس القدم تماما في ال... لا 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 مش محظوظ هذا اللاعب، مش محظوظ هذا اللاعب أبدا. يعني فك بالرفة يعني. والحكم يصفر نهاية المباراة بفوز منتخب كوت ديفوار. كوت ديفوار كان جميل اليوم. الجزائريون لم يخيبوا، أي نعم أسف كبير عند الجماهير الجزائرية، ولكن الخيبة غير موجودة طبعا. شكرا. Bueno, nada, esta conferencia es... Es para comunicarle que, bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Creo que hice lo mejor para ayudar a ganar. Si gira, schizza per Florenzi. Ole, ole. 2-0 per la Roma al 13esimo. Alessandro Florenzi. Florenzi è andato in tribuna. Pazzito Florenzi. Florenzi non so dove sia andato. Adesso glielo chiederemo dalla mamma, credo, o dalla nonna. Alessandro Florenzi credo sia andato dalla nonna. E qui c'è tanta emozione. Bellissimo, per molto sì. Bella, molto. الحصار المحاصرة وخطفه. الكتف مصاب. الضربة شكلها قوية. ليفربول قد يعاني بخروج الفرعون المصري، ولكن سيغادر صلاح. تغيير اضطراري لكان على البال لو كان على الخاطر. تتغير المباراة الآن. كرة ثابتة كالمعتاد، يلعبها
امامنا هنا اللاعب اللي بيحاول انسينيا يسدد يا ولد يسجل. واحتفال هنا في هذه اللقطة يحمل رقم 10، يحمل رقم مارادونا. هذا هو السربي، هو اللي دخل ميسي استلم الكورة. قوي جول. ميسي في تحية خاصة لديغو أرموندو مارادونا في خميس في روسيا في 2018. رونالدو البطاقة الصفراء لكريستيانو رونالدو الذي يقسم بالثلاث بأن الكرة دخلت، ولكن الحكم والحكم الرئيسي فعل منتخب صربيا واقتطع ورقة التأهل إلى المونديال أمام البرتغال في لشبونة. يا له من فرحة ويا له من استحقاق. نعم صربيا أبدعت، صربيا كانت رائعة، صربيا كانت متميزة. يا سلام، حتى حارس المرمى هنا يتياب دافيد دي خيا خلاص دخل التاريخ وفتح التاريخ ويكتب التاريخ ويدخل روليمي داخل التاريخ ويدخل التاريخ من أوسع الأبواب. نعم فياريال الجزائر، يبدو أننا في طريقنا لوقت إضافي على شوطين. بص القلوب الحلوة وبص اللعيبة الكبار مهما كان الصراع والمنافسة، وبص الجمهور الجميل اللي عجبه الموقف. جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا. مستحيل امبوسيبل. يا توتنهام لسبيرز إلى المباراة النهائية، توتنهام إلى العاصمة مدريد، إلى واندا مونتريال. تأمل طيب يا ديلي عاد. وعلى مستوى الكاحل، وعلى مستوى الكاحل الأيسر، هذه الإعادة، التواء القدم اليسرى هنا بالنسبة لي نيمار. طبعا من أصعب الأشياء اللي ممكن توقع مثل هذه الالتواءات على مستوى الكاحل. ليوناردو كاستيلاتي ورصد أتلتيكو مدريد. ورسميا يون المشاهدين الكرام، دييغو سيميوني بطل إسبانيا، أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا للمرة 11 في تاريخه. هو أتلتا ينقض على لقب الليغا أمام ريال مدريد، أمام برشلونة، ويبعث ببلد الوليد إلى الدرجة الثانية الإسبانية. هذه هي أحكام الكرة في إسبانيا. ومتى هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا لهذا الكبير، لهذا الذي. ولكنها لحظة عاجلا أم آجلا في كرة القدم، مرت على بيليه، مرت على مارادونا، مرت على رونالدو، مرت وستمر على كل الكبار في كرة القدم. يا لها من لحظات، لكن في يوم الوداع ويقف كل من في الملعب. أيها You know what I mean, what this club means to me and what I wanted to achieve here. I for the club, for the fans, because I think everyone knows I've given everything for this club. The club means everything to me, and together we're a good match, but unfortunately I couldn't get the results that we needed, and it's time for me to step aside. Becoming emotional now because he's top, and they'll be fine. I'll watch them and support them. Thank you very much. See you soon.